لسلطة الشمندر والحلوم المشوي رح نحتاج لواحد كوب خس مقطع، واحد كوب ملفوف أحمر، واحد كوب بندورة، واحد كوب شمندر مقطع، نصف كوب كنوة مسلوقة أو برغل منقوع، واحد بصل أخضر مفروم، لوز محمص، وكمان رح نحتاج للصلصة عصير ليمون، سن توم مدقوق، معلقتين كبار خل البلسمك، وربع كوب زيت زيتون، ملح وفلفل أسود. يعني سلطة الشمندر بس فيها مكونات شوي غريبة، ضفنا الكنوة، ضفنا البرغل، يعني خلينا نشوف كيف بده يطلع الشكل النهائي للسلطة، لأنها صارت وجبة أنا شايفة. ما هي لأنها الكنوة بروتين طبعاً، والبرغل كمان نقدر نضيف. حبيت هم بيقدروا، يعني اللي ما بيلاقي كنوة بيقدر يستعمل برغل، البرغل بس بنتقع، الكنوة بتفرق عنه إنه بدها سلق زي ما أنتم عارفين، نسلقها بضعف مقدار حجمها من المي، يعني إذا استعملت نص كاسة من الكنوة بستعملها كوب مي، أو زي ما حكت دانا إذا كوب كنوة بيكون بدها كوبين مي. كوبين مي. طيب هاي رح نقطع الخس. أنا قلت رح أقطعه اليوم هيك فريش يضل عشان تضلها هيك السلطة. بحس إنه السلطة لازم تنعمل هيك يعني بوقت ما بدها تتاكل. اون ذا سبوت، صح مزبوط. بالضبط. وحلو انه دخلتي معاها الملفوف الاحمر، يعني عادة الناس متعودين انه سلطة يعني بندورة وخيار، لا مش معناته اذا انا لازم اكل سلطة فمعناته انه بس بندورة وخيار، بنقدر ندخل فيها اشياء ثانية، انواع خضار احنا مش متعودين انه احنا ناكلها دائما، حتى للاطفال نحاول ندخل لهم اشياء غريبة، ممكن ندخل البندورة الكرزية بدل البندورة العادية، لو حتى شكلها للصغار بيكون مرغوب اكثر، الفلفل الاحمر زي ما رح تستخدم الشيف بسلطة اليوم، فاشياء غريبة بتخلي الواحد يصير بده ياكل سلطة ويحب السلطات، مش انه اشي متعود عليه انه يضله ياكله باستمرار، فحاولوا دائما غيروا بالسلطات لحتى تضلكم متقبلينها وتضلكم دائما محافظين على الوزن اللي انتم بدكم اياه وعلى صحة 100%. زي هاي مثلا دخلنا فيها الجبنة، مثلا يعني كمان الجبنة بتعطيها هيك. عشان هيك بحكي لك انه في عنا نشويات وفي عنا بروتين وفي عنا خضار، فخلص صارت وجبة كاملة متكاملة. يعني زي هاي وجبة تعتبر على الساعة 7 هاي اللي بدنا ناخذها عشاء، صح؟ خيار كثير صراحة حلو، وزي ما حكيتي انه اللي ما بحب الكنوة ممكن يحط برغل، اللي ما بده برغل ولا كنوة خلص في عنا جبنة وفي عنا شمندر وفي عنا باقي انواع الخضار اللي احنا مستخدمينها، فحسب انتوا ايش بتحبوا ممكن انكم تضيفوا او ممكن انكم تستغنوا عن. انا هتلاني هم الفطيره شو صار فيها. هلا من قيمها اشيك لك عليها. في انا في وحده مربعه رح نحطها دانا. اوكي لسه بدها شوي بدها شوي يلا اوكي يعني تتحمر هيك تعطيني هذا اللون الذهبي اللي انت بدك اياه. ايوه صح مزبوط. خلص هي هذول هيك اوكي، حتى شايفة اللون تبع السلطه. يلا هي رح نحط هذا هون. شوفي حتى لون البندورة هيك بيعطيها، يا الله البندورة، ما هو ألوان إنه اللون حتى الملفوف الأحمر صح، يعني مش كتير بندخله بالسلطات إنه لونه موف. صح. هي الشمندر حلو، ورح نحط عليها من هاي البندورة كمان لأنها بتعطيها لون حلو. هاي مش دائما بتلتقى، بس هديك اليوم لقيتها ولقيت عليها عرض خاص، صرت احكي طب يلا منيح. حلو. لا وبعدين الحلو بالموضوع انه بردقاني، فانه طالع انه غير اللون الاحمر اللي انت حاطينه اللي احنا متعودين عليه. صح، ما هي مشان هيك حبيتها انها لونها مختلف تمام شوي. ورح نصفت عليها هدول. والحلوم عادي قطعتيهم وشويتيهم شوي وشويتها بدون زيت ولا نقطة زيت ولا نقطة ولا نقطة حطيت. أنا مع دانا مش مع أي حدا. لا والله عن جد يعني فظيعة الشيف، يعني بكل إشي بتحاول تخليه صحي، بكل إشي بتحاول إنها تخفف قد ما بتقدر من ناحية الزيت، مش عشان يعني الواحد إنه بس عشان بده ينحف، لا كمان عشان يضل محافظ على الوزن اللي هو عليه. يعني ما في ناس تقول لك إنه أنا باكل بس ما بنصح، أوكي هدول عدد كتير قليل، بس اللي بياكل رح ينصح، ما في حدا باكل وما بينصح. صح. فنحاول دائما انه احنا اكلنا يكون معتدل، ما نحرم حالنا من اشي بس ناخذ كل اشي باعتدال وما نكتر كثير، لانه زي ما قلت لكم اللي بهمنا خلال اليوم هو السعرات الحراريه، مش امتى بناكل واي ساعه بناكل الوجبه، فحاولوا انكم انتبهوا على هذا الموضوع. طيب انا بس اول ما هي الدريسنج، هي الزيت الزيتون انا حاطه عليه الثوم، ورح نحط عليه خل البلسمك. ايوه هيك، وفي عليه حطيت عصير ليمون وملح وفلفل اسود. حلو. هاي هي.